بهذا الفيديو رح نشرح عن الليبيدز أو الليبيدات وبعض تصنيفاتهم. هلأ إذا بدنا نقسم الليبيدز لجروبين رح نقسمهم لجروب منسميه open chain compounds وجروب اسمه fused ring compounds. الopen chain compounds من اسمه بيكون شكلهم على شكل سلاسل مفتوحة، بينما fused ring compounds بيكونوا على شكل حلقات. fused ring compounds لهم اسم تاني اللي هم الستيرويدات أو الستيرويدز، أهم واحد فيهم الكوليسترول. هلأ بالopen chain compounds اللي هم على شكل سلاسل مفتوحة بيميزهم إن هم بيكون عندهم جزئين، جزء هيدروفيليك محب للماء اللي هو polar head groups، وجزء هيدروفوبيك كاره للماء اللي هو long non-polar tails. non-polar يعني غير قطبي، وpolar يعني قطبي، وشرحنا ايش يعني قطبي وغير قطبي باول فيديو بالبيوكيمستري. هلأ بالنسبة للopen chain compounds فهي بتحتوي على أو من ضمنها أو تحت سقفها بيقع اللي هم الحموض الدهنية، فاتي أسد وترايغليسروز، سفينغوليبيد، غلايكوليبيد، فوسفو أسر غليسروز، وكلهم رح نجيهم بالتفصيل. رح نبلش بالأول بالفاتي أسد. الفاتي أسد بيتكونوا من كاربوكسيل جروب اللي هي البولر هيد جروب، و هيدروكربون تشين اللي هي النون بولر تيل. مش قلنا انه الاوبن تشين كومباوند لازم يتكونوا من نون بولر تيل وبولر هيد جروب؟ البولر هيد جروب هي الكربوكسيل جروب، والهيدروكربون تشين هي النون بولر تيل. هلا هذا الاشي بيخلي الفاتي اسيد بالذات اللي هي عندها الكربوكسيل جروب والهيدروكربون تشين انها تكون اشي بنسميه امفيباثيك كومباوند، امفيباثيك مولكيول. ايش يعني امفيباثيك؟ يعني هذا الكومباوند الواحد، الفاتي اسيد الواحد، بيسلك سلوكين تجاه الماء، سلوك محب للماء وسلوك كاره للماء. أكيد المحب للماء هو جاي من الكاربوكسيل جروب اللي هو هيدروفيليك، والكاره للماء جاي من الهيدروكربون تشين اللي هي هيدروفوبيك. تمام. هلأ بجسمنا أو بالليفينج سيستمز بشكل عام، الفاتي أسيد الحموض الدهنية بيكون عدد الكربونات فيها زوجي عادة، وبتكون مش متفرعة unbranched، ما بيكون فيها فروع. هلأ الفاتي أسيد إذا قلنا هي عبارة عن كاربوكسيل جروب، وعندها هون هيدروكربون تشين بتتكون من CH يعني. أوكي. هلأ هدول CH إذا ما كان في بينهم أي روابط، إذا كانت كل الهيدروكربون تشين ما فيها أي روابط ثنائية، بنسمي هذا الحمض الدهني saturated. بينما إذا كان في بين كربونتين بهاي الهيدروكربون تشين كان في رابطة ثنائية، بنسمي هذا الحمض الدهني إنه unsaturated. ليش بنسمي unsaturated وبنسمي saturated؟ unsaturated معناها غير مشبع، saturated معناها مشبع. هلا الهيدروكربون تشين أو تيل حكينا إن هي عبارة عن كربون وهيدروجين، فإذا كانت كل كربونات روابط بينهم single، كانت روابط بينهم مش ثنائية أحادية، معناته رح ترتبط الكربونة على اليمين بكربونة وعلى اليسار بكربونة واحدة، فصفة كربونتين مرتبطة بالكربونة الواحدة ومرتبطة بهيدروجينتين، يعني هاي كربونة مرتبطة هون كمان كربونة وهون كمان كربونة وهون هيدروجين هيدروجين، فكل كربونة ماخدة تنتين هيدروجين. بس إذا أنا بدي أعمل هون رابطة ثنائية، فأنا رح أضطر أنزع من هاي الكربونة هيدروجين ومن هاي الكربونة هيدروجين وأعمل هون رابطة ثنائية، فزي كأنه الرابطة الثنائية نقصت لنا من المجموع الكلي للهيدروجين بهذا الفاتي أسيد، لهيك بنسميه إنه غير مشبع، غير مشبع بالهيدروجين unsaturated. فالفاتي أسيد اللي عنده double bonds بيكون unsaturated غير مشبع، بينما الفاتي أسيد اللي بيكون ما في عنده روابط ثنائية كلهم single bonds بيكون saturated مشبع بالهيدروجين. هلا الفاتي اسيد الانساتوريتد اللي عنده دبل بونز بين الكربونات، هدول الدبل بونز ممكن يكونوا من نوعين، يا اما بيكونوا سيس يا اما بيكونوا ترانس. شو الفرق بين السيس والترانس؟ الفرق بين السيس والترانس انه السيس بتعمل كينكس، بتعمل زي انثناءات او طعجات بالهيدروكربون تيل، بتعمل انثناءات بالفاتي اسيد ككل، يعني كل الفاتي أسيد بيكون فيه انثناءات، وين ما في عنا هاي الدبل بوند اللي من نوع سيس بيكون فيه طعجة بالتيل تبعه.
بينما الترانس ما بتعمل اي انتناء، وبيكون التشين بتكون شكلها مثل شكل التشين اللي موجوده بالسنجل السنجل بونز الموجوده بالساتوريتد فاتي اسيد. وين ما في هاي الترانس دبل بوند بتكون عادي ما فيها اي انتناء، بينما السيس بيكون في انتناءات وطعجات. بالليفينج سيستم بالعاده بيكون في عنا سيس ما بيكون في ترانس، والترانس عاده بتكون صناعيه ما بتكون طبيعيه. تمام. هلا برضو خلينا ضروري نعرف انه الفاتي اسيدز ما بيكونوا موجودين بالعاده بجسمنا. لما انا احكي بالليفينج سيستمز ما بيكون قصدي انه الفاتي اسيد لحالها ما بتكون فري، الفاتي اسيد بالعاده بتكون جوا لبيدات تانية، او هي بتكون مكون من مكونات اي انواع تانية من الليبيدز اللي رح نجيهم بالتفصيل ان شاء الله. طيب شو الفرق بين الساتوريتد والانساتوريتد فاتي اسيد جروسلي او على ارض الواقع كيف نقدر نفرق بينهم؟ هلا الانساتوريتد اللي هي عندها دبل بونز، الانساتوريتد اللي بينقصها هيدروجين بيكون درجات درجات الانصهار تبعتها قليله، لدرجه انها بتكون بعضها بيكون بدرجه حراره الغرفه سائل، بتكون حالته سائله ما بيكون صلب، بينما الساتوريتد بتكون صلبه، بتكون درجات الانصهار تبعتها عاليه، يعني عشان تنصهر لدرجه حراره كتير عاليه لهيك بتكون صلبه بدرجه حراره الغرفه. هاي مين؟ الساتوريتد. بس الانساتوريتد بتكون سائلة. هلأ هذا الاشي كيف منشوفه؟ مثال على الانساتوريتد فاتي اسيدز هو الزيوت النباتية. كيف زيت الزيتون منشوفه سائل بدرجة حرارة الغرفة؟ لانه هو انساتوريتد، هو غير مشبع، فيه كتير من السيس دبل بونز بتخليه سائل، بتخلي الميلتينج بوينت تبعته قليلة. بينما مثال على الساتوريتد فاتي اسيدز اللي هو الزيوت الحيوانيه او الدهون الحيوانيه اللي بتكون صلبه بدرجه حراره الغرفه. هلا عشان التعامل مع الاشي الصلب اسهل من انه نتعامل مع اشي سائل، صناعيا صرنا نحول الزيوت النباتيه لصلبه زي اللي بنشوفه بالبعض انواع الزبده او المارجرين. هلا ايش كيف بنقدر نحولها صناعيا؟ بانه بنعمل عمليه اسمها هدرجه الزيوت النباتيه او الهيدروجينيشن. هلا الهيدروجينيشن هو انه احنا ببساطه مش في عندنا دبل بوند عم تخلي هذا الزيت سائل، عم تخليه انساتوريتد، انه هاي الدبل بوند منشيلها بهيدروجينيشن ونحط بدالها هيدروجين اللي هو اوريدي كان فاقدهم عشان صارت هاي الدبل بوند. فلما نضيف الهيدروجين لعمليه الهيدروجينيشن ونشيل الدبل بوند بصير في عندنا ساتوريتد فاتي اسيد. بس هذا الاشي مش هو اللي بيصير للاسف. لو احنا بنقدر نحول الدهون للفات بهاي السهوله بيكون احسن لنا، بس مش هذا اللي بيصير صناعيا. صناعيا احنا لما بنعمل عمليه الهيدروجينيشن اللي بيصير بارشل هيدروجينيشن، ما بنقدر كل الدبل بونز نحولهم ل او نشيلهم ونحط بدالهم هيدروجينز. شو سلبيه طيب البارشل هيدروجينيشن او الهيدروجينيشن الجزئي؟ سلبيته انه بضل في عنا بهذا الفاتي أسيد روابط ثنائية ما بنقدر نشيلها كلها، وهاي الروابط الثنائية بتكون من نوع ترانس. الترانس فاتي أسيد كتير مضرة للقلب والشرايين، بتعمل أمراض، بتعمل أثر سكلروسيس. لهيك أنا قلت إنه هو إشي سلبي، إنه إحنا ما بنقدر نعمل complete hydrogenation للأويلز ونحولها لفات. فإحنا الهيدروجينيشن اللي بنعمله صناعيا بيكون partial hydrogenation، وبيضل في عنا روابط ثنائية من نوع ترانس اللي هي اللي ما بتعمل kinks في الدبل بونز. النوع الثاني او الاسم الثاني رح نحكي عنه من اللي هو يقع تحت سقف الاوبن تشين ليبيدز هو الترايجليسيرولز. الترايجليسيرولز بنقسمهم بيتكونوا من تراي يعني ثلاثه، اسل يعني من فاتي اسيدز، جليسيرولز من جليسيرول. الجليسيرول هو عباره عن كومباوند بيتكون من ثلاثه هيدروكسيل جروبس، يعني زي الكحول بس عنده بدل الهيدروكسيل جروب الواحده ثلاثه، وهي شكله هون، هذا هو الجليسيرول 1 2 3 3 هيدروكسيل جروبس. وقلت لكم ترايجليسيرولز ثلاثه فاتي اسيدز، فهذا الجليسيرول
محل ما في عنده الالكوهول جروبس او الهيدروكسيل جروبس بيعمل روابط إيسترية. هاي الروابط الإيسترية بيعملها مع ثلاثة فاتي أسيدز، بيعملها مع ثلاثة فاتي أسيدز. إيسترية يعني كاربون أكسجين كاربون، زي ما احنا شايفين هذا الاشي بيكون لنا اللي هو ترايأسيلجليسرول او ترايغليسرايد، ممكن نسميها ترايغليسرايد او ترايأسيلجليسرول. هلا ضروري نعرف انه الترايغليسرايد او الترايأسيلجليسرول ما بيكونوا موجودين بالسيل ممبرين، ما بيكون موجود بالغشاء البلازمي تبع الخلية، لا هما بيكونوا بيتخزنوا عنا بالجسم بالنسيج الدهني بالفات سيلز بالدهون تبع جسمنا، واحنا بنروح لما نحتاج طاقه بنحولها ل بنعملها هيدروليسيس، ويعني من بنفككها وبنحولها لطاقه بعمليه اكسيديشن يعني هلا اكسده. هلا عشان اول خطوه علشان نعملها اكسده ونستفيد منها كمصدر للطاقه هي انه نكسر الرابطه الاستريه، فلازم يكون عندنا انزيم بيكسر الرابطه الاستريه. هذا الانزيم اسمه موجود بجسمنا اسمه لايبيز، وبيحتاج طبعا المي علشان يعمل هيدروليسيس، هيدروليسيس يعني باستخدام الماء ويكسر الرابطه الاستريه علشان بعدين نطلع طاقه. يعني بالنهايه هاي العمليه نعمل اكسده للفات هاد وناخذ منه طاقه، بس اول خطوه لازم نعمل هيدروليسيس باستخدام اللايبيز. الهيدروليسيس شو بيعمل؟ بيكسر لنا الرابطه الاستريه. لما نكسر الرابطة الإسترية بيطلع معنا مركبين من كل ترايغليسرايد اللي هو غليسرول وثلاثة فاتي أسيد، يعني نوعين من البرودكتس اللي هم الغليسرول والفاتي أسيد. كم فاتي أسيد رح يطلع معنا؟ أكيد ثلاثة، لأنه إحنا عنا ثلاثة إيستر بونز، فإحنا لما نكسر الثلاثة بيطلع معنا ثلاثة فاتي أسيد وبيطلع معنا الجليسرول. الجليسرول ممكن يستفيد منه الجسم في عمليات حيوية، والفاتي أسيد هدول بنعملهم أكسيديشن وبناخد منهم طاقة. هلا اكيد العلماء استفادوا من هاي الشغله اللي بتصير بالجسم بانهم يعملوا في اللاب شيء مشابه لها. الشيء المشابه لها بس على ارض الواقع او في اللاب هو سابونيفيكيشن. ايش السابونيفيكيشن؟ انه بنعمل نفس هاي العمليه اللي هي الهيدروليسيس بس باستخدام مش لايبيز، بنستخدم اسيدز او بيسز بدل الانزيم هذا، بنستخدم حمض وقواعد. مثال على القواعد اللي نستخدمها بالسابونيفيكيشن هو الـ NaOH، اللي بنستخدم NaOH محطوط بسولوشن مائي بمحلول مائي وبنكسر الروابط الإسترية وبيطلع معنا برضو تو نوعين من البرودكت، أول واحد الجليسرول أكيد، والفاتي أسيدز هدول بيطلعوا على شكل فاتي أسيد سولس، يعني حسب نوع القاعدة بيطلع معنا أملاح لهاي الحموض الدهنية، يعني ما بتطلع الحموض الدهنية فري، بتطلع على شكل أملاح. ونوع الملح بيعتمد حسب نوع القاعدة اللي استخدمناها في إنه نعمل هاي العملية اللي هي سابونيفيكيشن. فمثلا هنا إحنا استخدمنا الـ NaOH طلعت عنا صوديوم سولت أوف فاتي أسيد، لو إنه إحنا استخدمنا مثلا بوتاسيوم هيدروكسيد رح يطلع معنا بوتاسيوم سولت أوف فاتي أسيد. وهاي الشغلة هي نسميها سابونيفيكيشن. هلأ الجليسرول ممكن نعمل منه، يعني شو استفدنا منه؟ ممكن نحطه بكريم، نحطه بلوشن، يعني في له فوائد صناعية. السولت الصوديوم سولت أو البوتاسيوم سولت للفاتي أسيد هو الصابون اللي احنا بنستخدمه، هذا هو الصابون، علشان هيك اسم العملية سابونيفيكيشن.